المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. تم تسجيل هذا المجلس في 19 من محرم 1410 هجري الموافق 21 من الشهر الثامن 1989 ميلادي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا شريط علمي نادر جمع بين فضيلة الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله وشيخنا الشيخ العلامة الإمام أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وهذا الشريط بتوفيق الله تعالى هو باكورة إصدارات سلسلة الهدى والنور العلمية في إصدارها الثاني الجديد، سائلين الله تعالى التيسير والتوفيق والتسديد. الحمد لله، السلام يا محمد. الراشد متحامل داخلي. كيف حالك ابو صبر؟ شو اخبار محمد؟ ما بعد سيدي، الله يسهل ان شاء الله. هذا ابني عبد المصور، لا لك تعرفه؟ ما اعرفه. ما لقيته يوما ما؟ ما لقيته. كان تخرج منذ سنين من الجامعة، جامعة المدينة. هو أخوهما محمد. يا الله يا كريم، كيف حالك؟ نشكر وعافيني. طيب. كنت هذول طبعا. الله يصلح لك. شيخنا. والله مش. في سيارة بالشارع. مشكلة. لو صح لي أحول أعمل تحويلة في أنا ما بغصر. يصلكم شيخنا القراءة ولا بعرف ما؟ لا والله. تعرف الوقت أولا يختلف علي. وبعدين انطباعة الكتب والملازم. تصحيح البخاري، مختصر البخاري، لابد من اطلاع. طبعا اللي اشتغلوا فيه كثيرون، لكن لابد ما مر عليهم. اي نعم. انت عنيت هذا؟ نعم هذا اعرفه. اشرب، بارك الله فيك. هذا سلكي، لا هذا سلكي. شيخ الحجاب ما سويت فيه الحجاب؟ حفظك الله على الشيخ. الله يبارك فيك. في موضوع مهم. خير إن شاء الله. وهو موضوع الاتجاه السلفي الآن في الكويت. لأن أمره الحقيقة الآن يهمنا جميعا. كيف؟ أقول الأمر اللي اتجهوا إليه سبب لنا إشكالات كثيرة. وهو أنهم يعني الآن يكاد حفظك الله موضوع عن الاتجاه السلفي في الكويت. أحب أني أوضح أولا بعض الأشياء اللي سمعتها وبعض الأشياء التي شاهدتها. متى كنتم ولو قطعت كلامكم؟ والحقيقة أنا حضرت مؤتمر في أمريكا لجمعية الكتاب والسنة اللي يرأسها الأخ محمود مراد. حضرت المؤتمر الماضي. واللي شهدته أن المؤتمر يكاد يكون الأخوان في الكويت من الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وبعض الشباب وكذا يكون يسيطرون عليه على الاتجاه. واللي لاحظته أيضا في المؤتمر أنهم فيه يعرضون السلفية بصورة حزبية بحيث أنها شعار يقابل شعار الإخوان، لا أنها منهج تام يراد الاقتناع به سواء كان إخوانيا من اقتنع به أو تبلغي نوايح. فهذا الاتجاه الآن إذا استمر فيه سيقلب الدعوة إلى دعوة حزبية، وستكون دعوة إخوانية حزبية إلا أنها لها صورة سلفية. نحن نسميها دعوة إخوانية مطعمة بسلفية. أحسن طيب.
فما أدري الشيخ ودنا أنك يعني لو تدخلت في مثل هذا الأمر يعني كحدة، لأن هذا بيجني على الدعوة ككل، لأن سوف يكون يوما ما الإخواني مثلا أو التبليغي أو الشخص العادي في الشارع يكره السلفية لكراهته لهذا الحزب الممثل فيه، وهذا سوف يضر الدعوة ككل. مثلا أنك تجد عندهم هذا الشيء شهدته من بعضهم، ما تجد عنده التزام بالسنة، ما تجد عنده تخلف عن الصلوات مثلا في الجماعات أو كذا، مثلا ما تجد عن التزام في ملبسه في هيئته في كذا. وهذا معناه أنهم أخذوا السلفية إذن بمنظار الشعار الذي يراد به إقامة أو إقامة الدولة أو الحظوة بمقاعد في البرلمان أو مقاعد في الوزارة أو شيء. كنت تكلمت الشيخ يعني من باب عرض الموضوع مع الشيخ عبد الرحمن في المؤتمر، لأنه وجه سؤال، أنا كنت ألقيت محاضرة وجه سؤال ما حكم الدخول في البرلمانات في الدول التي تحكم بغير ما أنزل الله أو تقر الشرك في أراضيها؟ فكان الجواب أن البراءة من المشركين واجبة، وأن الدخول معهم في هذا معناه دخول معهم في توطيد أركان الدولة التي تقوم على هذه الآية. واستمريت في بعض الشيء في هذا الموضوع حتى انتهى، وتكلم الشيخ عبد الرحمن معي في الموضوع وغضب يعني شيئا من ذلك، وقال أنا استفتيت علماء أكبر وكذا. تكلم معكم في الموضوع بينك وبينه أمام الملأ؟ أمام ملأ خاصي من ال خاص يعني حوالي 10 كنا، يعني ليس بعد إلقائك الكلمة على الجمهور. هو بعدها لكن ليس أمام الجمهور، يعني كنا انصرفنا. طيب. فقال قلت هذا يا شيخ، يا شيخ عبد الرحمن، هذه إخوانية ما نعرفها سلفية. قال وهل يضر أن يكون هذا من الحق الذي عند الإخوان؟ الإخوان معنى أنه ليس عندهم حق أبدا. إذا كان هذا عندهم من الحق فنحن نأخذ به. يا شيخ الآن الضرر من هذا أنه لن يأتي أحد بعد ذلك إخوانيا أو تبليغيا أو غيره ويمكن أن يكون سلفيا، لأنها ستكون مقابلة. وهذا جر يعني حتى في آخر المؤتمر السابق تكلم أحد إخواننا في مصر بكلمة كذا، أنه قال فيها وكان بعض مشايخنا يقول لا يدخل الجنة إلا سلفي بهذا الإطلاق، فما عقب الشيخ عبد الرحمن باعتباره أكبر الموجودين، فاستأذنت في التعقيب وعقبت عليه وبينت بطلان هذا الإطلاق. فمن الأشياء التي بينت واستحسنها بعض الأخوة الموجودين أنه لا يدخل الجنة إلا سلفي مثلا بهذا الإطلاق، أنتم الآن تمثلون السلفية بحزب، معناه تقولون أنه لا يدخل الجنة إلا من كان من حزبنا أو من جماعتنا، وهذا بالتعقيب أحرج بعض الموجودين. الذي قال لا يدخل الجنة إلا سلفي من جماعة الكويت، لا، هذا أحد الإخوان المصريين مصريين. قال وكان بعض مشايخنا، يعني أدري أحد مشايخ يقول لا يدخل الجنة. ما ليش؟ فالذي انحرج منه أو ممن هم انحرج لما قلت إن الدعوة السلفية الآن؟ لا، ما أقول ممن انحرج. نعم. ممن من أي الجماعة، من أي الأقوام الذي انحرج؟ أيوه. من الذي أصابهم الحرج؟ الكويتيين. الكويتيين، نعم. هذا الكويتيين هم اللي أصابهم الحرج. لماذا؟ الأخ المصري قام وشكرني أمام الملأ وقال هذا كلام حق، أنا ما قصدت يعني العبارة في جميع. جميل. فالشاهد يا شيخ أنا أريد هذه قضية مهمة، أريد أنه منك تدخل فيها لئلا تنظر الدعوة ككل. لأنهم حولوها الآن كما تعلم، الآن كونوا دار التراث، صار لهم مجلة أو جريدة تصدر باسمهم، وصار فيها مقالات تدعو إلى الحزبية ونحو ذلك. فمثلك حفظك الله يطلب منها التدخل في هذا الموضوع لئلا تنضر الدعوة ككل. نريد تعليق من الشيخ. حتى عندنا هنا لا يخفاكم آثار ذلك. نريد تعليق من الشيخ على هالموضوع، يعني بالنسبة للاتجاه في الكويت حتى نفهم الصورة. نحن على كل حال دعوتنا دائما كنا نقول منذ سنين طويلة
من مزية الدعوة السلفية أنها تجمع الأحزاب كلها ولا يجمعها حزب واحد، لأنها دعوة عامة لا تنتمي إلى شخص ولا إلى جماعة واحدة، وإنما هي تجمع المسلمين جميعا على أساس من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة الصحيحة. نحن نقول هذا من زمن بعيد جدا، ولا شك أن الانحراف الذي قد يصيب بعض الجماعات له سببان اثنان في اعتقادي. السبب الأول وهو الأهم نفسي للوصول إلى مآرب ويعني أغراض دنيوية محضة، والشيء الآخر قد يكون يعني بسبب ضعف الشخص في العلم أي في الكتاب والسنة وفي طريقة الدعوة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن كنا نرى منذ عشرات السنين أن بعضا أو أفرادا من إخوان المسلمين كان عندهم استعداد لتقبل الدعوة السلفية على أنها يعني فكرة وعقيدة لا يعني ليس مكلفا المعتقد لها بأن يكون داعيا إليها، فهو يكون سلفيا في شخصه فقط وليس بالنسبة للمجتمع الذي هو يحياه ويعيش فيه. ولذلك فهم في الحقيقة كما لمس ذلك منذ عشرات السنين الذين يدعون بألسنتهم إلى محاربة الذين يقولون بفصل الدين عن الدولة، فهم واقعون في هذا الفصل من حيث يشعرون أو لا يشعرون، لأنهم أنا أتكلم بطبيعة الحال عن الأخوان المسلمين ثم من حذى حذوهم وقلدهم في دعوتهم السياسية مع شيء من الخلط لهذه الدعوة بالدعوة السلفية. ولذلك فنحن من زمن بعيد وبخاصة في هذه الآونة القائمة الآن، ولعلك عرفت ذلك أنه هنا الشعب معرض الآن لما يسمونه بالانتخابات، لعلك سمعت هذا. فمن مواضيع الساعة كثرة السؤال عن رأي في انتخاب أو ترشيح المسلم لنفسه أن يكون منتخبا، فأنا أجيب منذ القديم أجيب بهذا الجواب ولا أزال مقتنعا به، فأقول نحن لا ننصح أحدا من المسلمين أن يكون نائبا في البرلمانات هذه، لما هو معلوم من أن لا تحكم بما أنزل الله كمبدأ عام، ثم بصورة خاصة أنهم يحلفون أيمانا غير شرعية على تأييد شخصيات أو نظام غير إسلامي. وأنا أعرف من كثير ممن يتبنى الدعوة السلفية بأنه يرى أنه لا مانع من دخول هذه البرلمانات، وكأنه يتبنى القاعدة التي هي ليست قاعدة إسلامية وهي التي تقول بأن الغاية تبرر الوسيلة، فهو يرى أن هذا الدخول وإن كان يعني محاطا بتعرض لكثير من المخالفات الشرعية، لكن هذا الدخول لابد منه زعمه، لأنه بذلك يمكن تطوير الحياة البرلمانية. فأنا حينما أسأل فأقول لا أنصح مسلما أبدا أن يرشح نفسه ليكون نائبا في برلمان من هذه البرلمانات، لأنه بدل أن يصلح سيفسد هو من قبل
الجمهور الذي هو يحياه ويعيشه ولا يستطيع أن يقف أمامه لأن التيار أقوى منه. لكن من جانب آخر أقول بأنه إذا نزل بعض المسلمين من الذين لم يقبلوا هذه النصيحة أنزلوا قوائم ببعض المرشحين من الإسلاميين فأنا أرى أنه لا مانع من انتخابهم واختيارهم من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، لكن لا نريد أن يكون هؤلاء كبش الفداء أن يعرضوا أنفسهم للفتنة، وبخاصة أنهم أو يعني بعضهم قد جربوا الحياة البرلمانية سنين طويلة قديما عندنا في سوريا مثل الدكتور السباعي لعلك سمعت به ومحمد المبارك وأمثالهم، وهنا أيضا حتى حزب التحرير تورط سنة من السنين رشح بعض أفراد حزبه ثم لم يتمكنوا من أن يصنعوا شيئا. كذلك نفس المصيبة وقعت في إخواننا في الكويت، ونحن بلا شك لنا كلمات في هذا الصدد مبعثرة في كثير من البلاد، وأذكر أن هناك شريطا كان وجه إلي مثل هذا السؤال وأنا في المدينة المنورة في بعض عمراتي التي كنت أعتمرها إلى عهد قريب. ولذلك فنحن نخالف هذا الاتجاه تمام المخالفة، لأنه أولا لا يمكن الجمع بينه وبين الدعوة السلفية عمليا، وثانيا لأنه ستكون نتيجة كما أشرت أنت آنفا إلى أن تصبح الدعوة السلفية دعوة حزبية مقوقعة على نفسها محصورة ببعض الأفراد، وسوف تستغل أعتقد من ناحيتين، فسوف تستغل الحكومات من الرؤوس لتحتوي هؤلاء الأفراد باسم أنه هذون جماعة سلفيين، ثم هم أنفسهم إلا من عصم الله وقليل ما هم سيستغلون مناصبهم للوصول إلى مآرب شخصية إلى وظائف عالية ونحو ذلك. وكما يقال بهذه المناسبة والتاريخ يعيد نفسه، فهؤلاء الأخوان المسلمون مضى عليهم نحو نصف قرن من الزمان وهم يتخبطون في السياسة، ثم لا شيء وراء هذه السياسة، لا علم ولا تربية أخلاقية ولا شيء، بل كما نقول نحن في سوريا على التعبير السوري مكانك راوح، يعني في حركة ولكن ما في تقدم. نظام عسكري عندنا حينما الضابط يقول للجنود مكانك راوح يرفعوا رجليهم هكذا، لا يتقدمون ولا يتأخرون. فهكذا إن لم نقل بأن في تأخر، لأن الانتماء الحزبي من مفاسده إيقاء الحزبيين في الغرور والعجب بالدعوة، ينصرفون بسبب ذلك عن العمل الحقيقي بالإسلام وللإسلام. لهذا نحن ما نرى أبدا هذا الاتجاه الذي توجه إليه بعض إخواننا السلفيين هناك في الكويت، ولعلك شعرت بأن هناك جماعات كثيرة من إخواننا ما يرضون عن هذا الاتجاه. ولذلك فأنا أعتقد والله أعلم، وهذا لا يمنعنا من أن يعمل كل منا استطاعته في الدعوة إلى المنهج السلفي العلمي الصحيح والتربوي، وأن اتخاذ ذلك حزبا فهو ليس من الدعوة السلفية في شيء. لكني أقول آسفا أننا نحن تأخر بنا السن والعمر، فلم يعد باستطاعتنا
النصول والنجول وأن نزور البلاد التي بحاجة إلى أن نزورها وإلى أن نحاضر فيها. وأنا كنت ذهبت إلى الكويت مرة أو أكثر من مرة ولعله بلغ كذلك، ولكن لم يكن يومئذ قد ظهر، لا أقول لم يكن يومئذ قد ظهر هذا الاتجاه الذي أصبح الآن جليا. وإن كنت أتمثل يومئذ بقول الشاعر العربي القديم: أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام، فإن النار من عودين تذكى وإن الحرب أولها الكلام. فكنا نتكلم يومئذ بما يناسب الحال، وتكلم مع الأخوان المسلمين وأنا في سوريا بأن الدعوة يجب أن تكون للكتاب والسنة بحيث تشمل العالم الإسلامي بأجمعه ولا ينحاز إلى طائفة دون أخرى. غرضي أن أقول الآن جاء دور الشباب من أمثالكم، وأن تكونوا يعني خلفا لنا من بعدنا فتحملون راية الدعوة إن شاء الله صحيحة سليمة قوية كما عرفتموها، لا حزبية فيها ولا عصبية جاهلية. هذا أملنا فيكم، ونحن بقدر ما نستطيع نعمل إن شاء الله ونتكلم مع كل من رأينا منه شيئا هو بحاجة إلى توجيه وإلى نصيحة. تفضل. الله يجزيك خير يا شيخ، جزاك الله خير أستاذ، الله يقويك يا شيخ. شيخنا في قراءة الطائش الثالثة والرابعة، أيوة، عند ذكر يعني في الشرح حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، أيوة، فذكرت أنك تكلمت في هذا الحديث في التعليق على رسالة كلمة سواء، وكأن كلمة سواء فيما سمعت منك لها علاقة في ذكر الجماعات وما هي حزبية، هي وظاهر كاتبها نعم من أخوان مسلمين، فيعني تعليقكم عليها ألا ترى فائدة جلة من نشره بالذات في هذه الأونة؟ والله يمكن يكون كذلك. شوف يا هي رسالة صغيرة مطبوعة وأنا كاتب عليها تعليقات، فإن شاء الله نبحث عنها ونعيد النظر فيها، يظهر الآن آن الأوان لنشرها ولكل أجل كتاب. الآن حفظك الله ذكرت عن الدخول في البرلمانات بعبارة قلت حفظك الله أنا لا أنصح، فهل يفهم من هذا الجواز؟ لا، أنا لا أجيز، لأن الدين النصيحة هذا لا ينافي، أنا لا أجيز لمسلم، لكن قصدي من كلمة لا أنصح أنني لا أستطيع أن أفرض رأيي على أحد، هذا أسلوبي في المحادثة، لا أستطيع أن أفرض على إنسان، لكن أبدي له رأيي وأبدي له نصيحتي وأقول يعني أنا شخصيا الآن بما عندي من اعتقاد مستحيل إذا ربنا عاصمنا وحفظنا أن أرشح، لو كان لي يعني شعب يرشحني ونحن يعني منبوذون معروفون عندهم، فمستحيل أن أقبل مثل هذا العمل، لأن الحقيقة أن يكفينا بلاش كلام كثير قول الرسول عليه السلام: ومن أتى أبواب السلطان افتتل. فهذا هو من أبواب السلطان، هذا فيه فتنة كبيرة، والشاهد يعني الواقع أكبر شاهد على ذلك. فأنا لا أجيز أبدا للمسلم أن ينتسب إلى البرلمان، لكن قد يقول إيش دليلك، بلف وبدور وبصول إلى آخره، لكن كثير من الناس بدهم قال الله قال رسول الله لا يجوز دخول البرلمان. نحن نقول لهم كثير مناسبات: يا أخي العلم كله ليس بهذا الموضوع، في هناك اجتهاد واستنباط لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هو خاص بأهل العلم. قصدي من كلمتي السابقة هو هذا إن شاء الله. رضاك الله. فيما يعني في التعقيب اللي كنت عقبت به في المؤتمر
ذكرت لهذه المسألة قول الله جل وعلا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فجعل العداوة والبغضاء حاصلة وغايتها يعني غاية زوالها حصول الإيمان. فإذا حصل الإيمان بالله وحده دون الشركاء سواء في التشريع أو في العبادة فهنا يحصل الإلف والمودة. فهذه الآية دليل ظاهر على عدم الجواز الدخول في هذه البرلمانات أو حصول مثل هذا التساهل، وهو أنهم يجلس مع الشيوعي بجنبه أو مع الملحد أو مع الذي يدين بغير دين الإسلام، يعني إما مشرك قبوري أو نحو ذلك، وكأنهما أخوان. نعم. فهل يستقيم الاستدلال بهذا؟ لا أعتقد هذا. لا شك أن الآية كما تعلم هي صريحة في مجالدة المسلم للمشركين، ونحن لا نستطيع اليوم أن نحكم على البرلمانات القائمة اليوم في البلاد الإسلامية أنهم مشركون. وأظنك تعلم أو على الأقل تعتقد، لأنه ممكن ما يعلمه الإنسان يعتقده، تعتقد بالتفصيل العلمي الذي يدندن حوله ابن تيمية ومقيم الجوزية بأن الكفر نوعان، كفر اعتقادي وكفر عملي، فمن وقع في الكفر العملي لا يجوز أن يعامل معاملة من وقع في الكفر الاعتقادي. ما أدري هل ترى هذا التفصيل؟ هذا التفصيل في من حيث الأفراد، الفرد بنفسه هذا يكون لا شك في جريانه، لكن الآن واقع الدول واقعها أنها تؤيد الشرك بالله وتحميه، وبل تضاد وتعادي من أنكر الشرك. هذا أيضا في نظر في وجه نظري، لأنك حينما تقول بارك الله فيك الدول أو الحكومات، فأنت لا يخفاك أن هذه الحكومات مؤلفة من أفراد، ما هي شخصية يعني متميزة عن كل فرد، فهي مجموعة أفراد. فنحن حينما ننظر إلى هذه مجموعة من الأفراد ننظر إلى الغالبية فيها، هل هم في حكم الإسلام الظاهر الذي لا يشق القلوب، هل هم عندنا مسلمون أم هم عندنا كفار ومشركون؟ فإن غلبت الأولى على الأخرى قلنا إنهم مسلمون ويجب أن نعاملهم معاملة المسلمين، وإلا كانت الأخرى. ولذلك فالتفريق بارك الله فيك بين الأفراد وبين الحكومات، هذا التفريق نظري ما هو واقعي، لأن الحكومات أو الدول هي مؤلفة من الملك فلاني والوزير فلاني والوزير فلاني وإلى آخره، والنائب فلاني والنائب الفلاني. هذه المجموعة إما أن نحكم عليها بأنها مسلمة على عجرها وفجرها، وإما أن نحكم بأنها كافرة. يعني نحن الآن بصورة واضحة جدا ما نستطيع أن نحكم على أي برلمان من البرلمانات اللي ملكها مثلا يصلي ويصوم، وكذلك بعض الوزراء إن لم نقل كلهم وكثير من النواب الآخرين، أن نقول هؤلاء مثلهم كمثل قوم إبراهيم الذين تبرأوا منهم إبراهيم عليه السلام في تلك الآية الصريحة. ولذلك فالبراءة من الشرك وآله هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عن زان كما كان يقال في قديم الزمان، ولكن المهم في الموضوع أن نحدد هل البراءة من هؤلاء محلها هنا لأنهم مشركون أم ليسوا مشركين، إنما هم منحرفون عن الإسلام قليلا وكثيرا، هذا شيء آخر.
لذلك هذا البحث يجرنا إلى معالجة واقع آخر تجاه الانحراف السياسي الذي أصيب به بعض إخواننا السلفيين. أيضا هناك انحراف سيف التكفير على كل الأفراد الذين يعني ينضمون إلى دولة ليس عنوانها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أنك تعيش معنا وتعرف واقع بعض الجماعات الإسلامية في مصر وفي القاهرة بالذات، وأنه كان هناك جماعة عرفوا بجماعة الجهاد والهجرة أو التكفير والهجرة، نعم، وأن قسم منهم يعني مع الأسف قتلوا، كان منهم شو اسمه مصطفى شكري مصطفى، وكان من هؤلاء أفراد أرسلوا إلى العالم الإسلامي لبث فكر التكفير، ليس فقط يعني هؤلاء الحكام بل وكل الموظفين عندهم حتى أئمة المساجد ومؤذين المساجد والمصلين وراء هذه الأئمة. ما أدري بلغك شيء من هذا ولا لا؟ حسن، وقد جاء بعضهم إلى دمشق وجرت بيني وبينهم مناقشات كثيرة، ومنهم رجل عملاق صعيدي اسمه إسماعيل، نسيت نسبته، فيما بعد لقيته في جدة ويعرفه الشيخ محمد عبد الوهاب البنا، أي نعم يعرفه جيدا. ما أدري أنت لقيت هذا الإنسان؟ أسمع هيك. إيه لا يزال يا ترى؟ كويس. رجع لمصر؟ لا في جدة. في جدة لا يزال. بس رجع من فكره. أنا عارف هو بدي يوصل للموضوع هذا، لأني كنت لقيته في بعض سفراتي وإذا بي يشكرني على مجادلاتي إياه هنا في دمشق، لأنه فارقني وهو حرد يعني غضبان، وإذا بعد ذلك أرسل إلي خطابا يعني من أعجب الخطابات التي جاءتني بالاعتراف بأننا كنا ضالين وكنا كذا وإلى آخره. وهنا جماعة كانوا منتسبين لهؤلاء، أخواننا الحاضرون الآن يعرفون أفرادا منهم، قبل أن هاجر إلى دمشق إلى عمان من دمشق إلى هنا كنت أتردد أيضا في سبيل الدعوة، فقيل لي بأن هناك جماعة يتبنون هذه الدعوة التكفير والهجرة، إيش رأيك تلتقي بهم؟ قلت لهم ما عندي مانع، خلاصة وعدنا، فاجتمعنا في أول ليلة من المغرب إلى العشاء، فعرفنا منهم أشياء كنا نسمع عن بعضها وهي خطيرة جدا، وهذه خلاصتها: تكفير المسلمين جميعا لا فرق بين حاكم ومحكوم. الأمر الذي كان يذكرني بنكتة كنت سمعتها ببعض مشايخي العاجم الألبان وأمثالهم، أنه أحد المشايخ زار قوما في دارهم، فلما خرج وهو يكفر الجماعة كلهم. لماذا؟ قال لأن العادة في ذيك البلاد من إكرامهم لشيوخهم وعلمائهم أن الرجل مثلا الزائر يدخل الدار وينزع النعلين، لازم بقى صاحب الدار يوجه النعلين للعالم بحيث أنه ما يتكلف ويلف هيك أو يمد إيده ويهيئ النعل اتجاه اللي بده يمشي، لا، بده يكون رب البيت من إكرام الضيف أنه يوجه له النعل. فهو لم يلاحظ هذا الشيء فكفرهم جان. ليه؟ قال لأنه هذا يدل على عدم إكرام العالم، واللي ما بيكرم العالم ما بيكرم العلم، واللي ما بيكرم العلم ما بيعلم، ما بيكرم الرسول اللي جاء، ما بيكرم رب العالمين، فإذا هو كافر. على هذه الطريقة ذكرني هؤلاء
هم يكفرون كل المسلمين بدون استثناء، لا فرق بين حاكم ومحكوم. ولذلك تركوا الصلاة الجمعة والجماعة وانطوا على أنفسهم، وكان نتيجة طبيعية لهذا الرأي منهم في هذه الليلة الأولى التي التقينا فيها، قلت لصاحب الدار وهو صهري أذن الصلاة، أذن، فانسحب الجماعة طلبوا الإذن، تفضلوا صلوا معنا، نحن نعرف أنه ما يصلون، فانسحبوا على موعد ثاني ليلة. كان اللقاء في الليلة الثانية في دار لأحدهم، واستمر النقاش إلى الساعة 11 تماما، قريبة نصف الليل، لكن تباشير النقاش ظهرت بدليل أنهم صلوا خلفنا. ثم توعدنا لإتمام البحث في الليلة الثالثة، فاستمر البحث بارك الله فيك إلى أذان الفجر، من بعد صلاة المغرب إلى أذان الفجر، لكن كانت القاضية والحمد لله وهم إلى الآن على الخط السلفي معنا. الشاهد أن هذا الاتجاه لا يزال له أثر في بعض أو كثير من البلاد الإسلامية، وبخاصة عقر دار هذه الدعوة هي مصر، وهو تكفير حكام المسلمين كما يقول عنا بالشام على أبو جنب، يعني على طول الخط، ثم تكفير من لا يكفرهم، كمان هذا التسلسل، تكفير من لا يكفرهم. فنحن بارك الله فيك يجب الآن أن نحارب الحقيقة في الجبهتين، الجبهة التي تأخذ من دعوة السلفية نحو دعوة الحزبية السياسية، والجبهة الأخرى التي تحاول أن تغالي بالدعوة السلفية وتصل بها إلى ما كان عليه الخوارج من قبل، وهو تكفير المسلمين لذنوب ارتكبوها، وهم يعني متعمقون أشد التعمق في تقصي ما يتوهمون أن فيه أدلة على ما يذهبون إليه من التكفير، حتى مثل آية قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كانوا قد هيئوا بعض الأجوبة والتأويلات. الشاهد فأنا أخشى ما أخشى بارك الله فيك، ولا تؤاخذني لأن أنا عشت هذا السن وأنا صريح مع الناس كلهم وبخاصة مع إخواننا الذين هم في الخط معنا، فأنا أخشى من تطبيق هذه الآية، هذا التطبيق العام، أن يأخذ بنا إلى ذاك الخط المنحرف من المبالغة في تكفير المسلمين لوقوعهم في الكفر العملي. الكفر العملي لا يجوز نحن أن نكفر المسلمين ونخرجهم من ساحة الإسلام ونعاملهم معاملة كفار. هذا خلاصة جوابي عن استجابة الآية السابقة. نعم شيخنا، جزاك الله خيرا شيخنا. قضية الكلمة اللي تفضل فيها أخونا الشيخ، قضية الحكومة، لأنه غيرنا لفظ الحكومة إلى لفظ النظام. نعم. يعني نظام الحكم مش أفراد الحكومة، نظام الحكم كافر. نعم. قوانين وكذا، لكن لا يستلزم تكفير نظام الحكم تكفير أفراده. نعم. هذا الشيء اللي يعني أردت أن أقوله مذكرا بكلمة يعني سمعناها منكم أستاذي، وهي قضية وإن كانت فيها بعد لكن يلتقيان في وجه، مثلا الحزب الشيوعي كحزب نكفره لا شك ولا ريب، لكن ليس كل منتسب لهذا الحزب كافرا، لأنه بعض الناس بجوز عشان راتب آخر الشهر أو كذا، يعني هذا لا نستطيع أن نكفره، وإن قلنا أحيانا وتجرأنا بأن نقول هذا كفر عملي لكن لا ليس كفرا اعتقاديا. فإذا كان على هذه الشاكلة، ألا يكون لكلام أخونا الشيخ صالح وجه؟ صحيح، بس كمان هذه أنا أخشى منها، لأنه أخي قضية الشيوعيين، الشيوعيون أعلنوا دعوتهم أن الإسلام لا يصلح، فكل من يعلن هذا فهو كافر مرتد عن دينه، هذا ما في إشكال، لأنه هذا بيكون كفر، كفر اعتقادي. لكن أقل ما نقول إذا
حاكما من الحكام، وأنا لا أستثني أحدا أبدا من هذه الحيثية لا من قريب ولا من بعيد، وإن استثنينا فإنما نستثني بنسبة الانحراف عن الإسلام كثيرة أو قليلة. فهؤلاء الحكام جميعا من كان منحرفا عن الإسلام كثيرا أو قليلا، إذا ظهر منهم كلام يشعرنا بأن هناك حكما في الإسلام لا يصلح تطبيقه في هذا الزمان، فهي ردة صريحة، ومن تبنى هذا قليل أو كثير فهم مرتدون عن دينهم. أما لمجرد تبني قوانين ليست هي في أصلها أو في كلها ليست إسلامية، هذا كفر عملي، فلا بد من أن يقترن معه شيء حتى نقتنع بأنه كفر اعتقادي. لذلك أنا أفرق بين حزب البعث أو حزب الشيوعي، فهؤلاء أعلنوا في رسائلهم أن الإسلام جاء للعرب ومضى وانقضى إلى آخره، لكن كثير من الحكام، ولا أقول كل الحكام، لا أقول كل الحكام، كثير من الحكام ما يظهر منهم إلا تمسكهم بالكرسي، وهذه مصيبة بلا شك، وحرصهم على التسلط على الناس. لكن هذا أنا لا أعتبره كفرا اعتقاديا، فإذا أحد يرى هذا فأرجو أن يبين لنا حتى نتقارب ونتفاهم إن شاء الله. نعم سلمك الله. الآن هناك مسألتان مثلت بالأمرين، الأول مسألة تحكيم الشريعة، المسألة الأخرى هي أن هذه مثل مثلا حكومة مصر أو حكومة الكويت أو حكومة أو ليبيا أو تورس إلى آخره أو سوريا أو غيرها، تنظر لها من جهة أخرى تجد أنها تحمي الأوثان، تحمي الطواغيت، وتقر عبادة غير الله جل وعلا. ولا شك أن من حمى هذا واعتقد صحة ذلك وأنه يدافع عن الذين يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله، لا شك أنه مثله في الحكم. فالمستغيث بغير الله مشرك، وكذلك من حماه ودافع عنه وأيد بقاء هذه لا شك أنه مثله. فإذا نظرت لهذه فيكون هناك شرك في الاعتقاد. أنت بارك الله فيك جاء في كلامك ما أدري قصدته أم هو سبق لسان، وإذا كنت قاصدا له فلا خلاف، قلت واعتقد ذلك انتهت المشكلة. وهذا الواقع، فهل تعني ذلك؟ لا، الواقع شيء والاعتقاد شيء. بارك الله فيك، الواقع شيء، يعني الآن واقع إنسان مسلم يصلي ويصوم لكنه مدير بنك يرابي، وموظف البنك يكتب وإلى آخره، هل نحكم بأنه كافر مرتد؟ لماذا؟ ما نحكم. لماذا؟ لأنه ما نشوف المناط الحكم ما هو؟ هذا يرتكب كبيرة من الكبائر. نعم. طيب، والحكم بغير ما أنزل الله هو كذلك، لكن الحكم بغير ما أنزل الله إن اقترن به عقيدة فهو الكفر بعينه الردة، وإن لم يقترن به عقيدة. ولذلك أنا كنت أجادل هؤلاء الناس الذين أشرت إليهم آنفا، جماعة الهجرة والتكفير، قلت لهم كلاما لا مرد له إطلاقا، قلت هل عندكم فرق بين من يعلن بأنه يحكم بالقوانين لكن ما تدري هل هو يستحل ذلك بقلبه أم لا، وبين من يعلن بأنه يحكم الإسلام لكن عند حكم ما حكم بخلاف الإسلام؟ نأخذ هذا الثاني، حكم بغير الإسلام، قلنا له أو له هل تكفرونه؟ فكانوا يقفون هكذا باهتين يفكرون، لأني أعتقد أنه مثل هذا السؤال ما ورد عليهم سابقا،
أخيرا يأتي الجواب رغم أنفهم لا نكفرهم. أنا سلمك الله الآن مثلت بقضية معليش لسه ما انتهيت إذا سمحت. لأن الشرك يعني معليش الشرك في العبادة ما في عندي فرق بين الشرك في العبادة وبين الشرك في الحكم، كلاهما سواء. عندك اعتقاد؟ أيوه. لأن يعني مثلا الداعي غير الله جل وعلا هذا يعتقد الألوهية في غير الله، والذي يحميه معليش والذي يحميه يحمي الشرك. الآن بارك الله فيك ما نتكلم عن العقيدة، نتكلم عن الفعل، ولا أنت لست معي بالتفريق بين الفعل والعقيدة؟ الفعل منشأه العقيدة، بس العقيدة بارك الله فيك غير ظاهرة، صح ولا لا؟ لكنها باعثة. إيش؟ باعثة للعمل. معليش ما كل هذا لا أناقشك فيه، لكنها غير ظاهرة، يعني نحن ما نستطيع أن نستدل بعمل الإنسان على ما في قلبه، وأكبر دليل على ذلك قصة ذلك الصحابي الذي قتل المشرك حينما رآه صار تقف وقال لا إله إلا الله، تعرف أنت القصة. قال ما قالها إلا تقية، قال هل شققت عن قلبي؟ فنحن إذا أردنا ندرس هذه الظاهرة، نحن الآن إذا رأينا إنسانا يقاتل كافرا ولما صار هذا الكافر تحت ضرب السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله، ماذا نحكم؟ ألا نحكم بأنه قال تقية خوفا من الضرب والقتل؟ نعم، لكن كلمة لا إله إلا الله سلاح أقوى من هذا الظاهر في حكم الشرع الإسلامي، ولذلك قال عليه السلام هل شققت عن قلبي؟ أظنك معي في هذا. نعم. طيب فالآن أعود أقول الفعل العمل، وأتحفظ الآن والقول من العمل، فأقول الفعل معدى القول أي فعل فيه مخالف للشرع لا يعطينا ما في قلب هذا الفاعل بخلاف قوله. فإذا قال أنا أعبد الطاغوت، أنا كفرت بمحمد، كفرت بهذا الحكم إلى آخره، انتهى الأمر. واضح كلامي هذا؟ نعم. طيب لهذا أعود فأقول الفعل لا ينبي عما في القلب، وما دام أن عندنا أمر لا محيد لنا عنه، كفر اعتقادي وكفر عملي، فإذا رأينا من إنسان مسلم كفرا عمليا لا نستلزم منه أنه قد كفر كفرا اعتقاديا إلا إذا أعرب عنه بلسانه. واضح؟ نعم. طيب الآن كنت أحدثك عن مثال الذي ضربته لأولئك القوم، حاكم يحكم بالشرع، مرة حكم بخلاف الشرع، ماذا تقولون؟ قالوا بعد تفكير ما نكفره. لماذا؟ قال لأن هذه مرة واحدة، هذا ما جعل نظاما ليحكم بخلاف خلاف الشرع. قلت له حسن، ثاني مرة في قضية ثانية وحتى ما أطيل عليك الشرع، ثالثة ورابعة ورابعة إلى آخره، متى تقول هذا كفر وارتد عن دينه؟ فكانوا يسكتون. قلنا إذن يا جماعة المسألة اربطوها بالعقيدة، هذا الذي حكم الحكم الأول أي القاضي الشرعي، فلنقولها الآن صراحة، هذا القاضي الشرعي في عرف الناس في ظاهر قاضي شرعي يحكم بما أنزل الله، حكم حكومة ما خالف فيها شريعة الله، لو حال من حالتين في قرارة نفسه، إما أن يستحل هذا الحكم فهو كافر لمرة واحدة، يستحل بقلبه فهو كافر، وإلا إذا لم يستحل ذلك بقلبه فهو فاسق. هذه قضية لا تقبل مناقشة بين المسلمين إطلاقا. ثم هذه القضية نفسها تكررت، نفس الجواب يأتي، تكررت نفس القضية نفس التفصيل يأتي، وهكذا إلى ما لا نهاية.
أيضا القضية كلها مربوطة بماذا؟ بالعقيدة. فمن اعتقد بأن حكما ما من أحكام الشريعة الإسلامية لا تصلح لهذا الزمان فهو كافر، أما مجرد حكمه بغير ما أنزل الله، فأنت تعرف قول المفسرين بخاصة ابن جرير الطبري وابن كثير أنه آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إنما نزلت في اليهود، لعلك ذاكر هذا. وعلى ذلك فمن كان اعتقاده كاعتقاد اليهود أي الذين لا يؤمنون بما جاء في الإسلام فهو كافر كاليهود، أما من كان يعتقد بأن هذا الحكم والله هو لازم يكون، لكن الله يلعن الشيطان، تعبير سوري الله يلعن الشيطان، هالكرسي هذا ما عم يخلينا أنه نحكم، ما عم يخلينا إلا نشايع الناس ونسايرهم وإلى آخره. ثم أنا أريد الآن أن أدخل معك في موضوع دقيق جدا، لا يوجد اليوم على وجه الأرض حاكم مسلم لا يعني يخرج عن الإسلام في بعض أحكامه، ألا تقول معي بهذا؟ بلا إشكال. طيب فماذا نقول؟ هل نقول أنه إذا كانت نسبة بالمئة 10% 5 ما بيكفر، بالمئة 10 بيكفر، أم لابد من هذا التفصيل؟ لابد من هذا التفصيل بدليل أنه أنا ضربت آنفة مثلا لا يقبل الجدل، قاضي شرعي حكم بحكومة غير إسلامية، لما سألناه قال هذا لا يصير هذا زمان، كفر لحكم واحد بل ولا لحكم، مجرد يقول أنه هذا لا يصلح. وإنسان آخر دائما يرتشي ويعطي الحق لغير أهله، هذا حكم بغير ما أنزل الله، يا أخي ليش هيك؟ هذا حرام ما بيجوز. إيه والله حرام بس الله يتوب علينا، ما تكرر هذا الفعل ألست معنا بينه نقول هذا مسلم لكنه فاسق؟ إذن القضية ما هي قضية نسوية، يعني ما نقول زيد من الحكام أكثر أحكامه مخالف الإسلام فهو مرتد عن دينه، وزيد من الحكام الآخرين أقل أحكامه هي مخالف الإسلام فهو ليس بمرتد عن الدين. لا، المسألة ليس لها علاقة بالكثرة والقلة، علاقتها بما إيش استقر في القلب سواء قل أو كثر. فمن أنكر صلاحية الحكم بالإسلام ولو في مسألة واحدة فهو كافر، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أريد من باب التناصح أن أهتبلها فرصة وأتباحث معك وهي أن إطلاق التكفير على المرتكبين للشرك آنفا كان مش آنفا، كنت أظن لما كان العاجز هنا السوري ما كنت بس أبو ليلى كان وحده، منذ أيام أقل من أسبوع جاءنا زائران من دمشق الظاهر أيضا أثار هذه المشكلة هناك بين إخواننا السلفيين، وأصبحوا مع الأسف هناك يعني غرباء، هذون اثنين حاملين راية التكفير أيضا. الشاهد سألت أحدهما قلت له إيش رأيك، هل كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه؟ حملق بعينيه، شعرت منه بأنه ما فهم علي. طورت له الكلام، قلت له بعد شيء من المناقشة قلت شو رأيك بأهل الفترة، هل هم كفار؟ قال نعم. قلت الآن انقطع الكلام، وإنما قطعت الكلام لسبب وهو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنه كانت الجلسة لشخص، ودون الشخصين اللي أحضرهم الرجل هذا وغيره
حضروا على أساس يكونوا مجتمعين، وفعلا استمعوا. فلما انتهت الجلسة الساعة 10 تقريبا مثل هذا الوقت أو بعد بقليل، أثاروا يعني مثل بدك تقول يعني رغم أنفنا بدهم يعني يثيروا الموضوع، مع أنه نحن ما أعطيناهم. هنا قال شو رأيك في ناس بيستغيثوا بغير الله وداكوا في خلاف بيننا وبين أخواننا السلفيين؟ أنا ما أعرف أخواننا السلفيين هناك شو عم يقولوا لهؤلاء وهؤلاء شو بيقولوا لأولئك، لكن أنا شعرت أنه هن من الشباب ولسه ما نضجوا في العلم كما ينبغي، فطرحت عليه السؤال السابق. ولما الحقت السؤال الأول بالثاني وهو صريح ومعروف عند العلماء أنه شو رأيك بالفترة كفار، قال نعم. قلت له انتهى الأمر الآن والوقت انتهى. فطرحت عليه السؤال السابق ولما الحقت السؤال الأول بالثاني وهو صريح ومعروف عند العلماء أنه شو رأيك بالفترة كفار، قال نعم. قلت له انتهى الأمر الآن والوقت انتهى. فالذي أريد أن أقوله، لا يخفاك أن أهل الفترة لا نستطيع أن نكفرهم، بيقولوا عنا بالشام بالكوم، تعرفون الكلمة في لغتكم بالكمشة، بيقولوا بالجملة ما بنقدر نكفر أهل الفترة اللي كانوا في عهد الجاهلية الأولى وما قبلها وإلى آخره، لكننا نقول كلمة سواء، كل من بلغته دعوة نبي وكفر بها هو كافر. وعلى ذلك نقول الأحاديث التي جاءت تبين، مثل استغفرت استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي، الحديث تعرفون، فهؤلاء الأفراد نحن نحكم بما حكم الرسول عليه السلام، لكن ما نعطي حكم عام أنه كل أهل الفترة ما بين إسماعيل عليه السلام ومحمد صلوات الله وسلامه عليه كلهم في النار أو كلهم في الجنة، لا، وإنما من آمن بالله ورسوله كما أراد الله ورسوله فهو في الجنة، أما من لم تبلغ الدعوة فأظنك تعتقد معنا أن هذا له حساب آخر في الآخرة. هذه طبعا توطئة ومقدمة، وأظن لا اختلاف فيها إن شاء الله بيننا. الآن كثير من أخواننا طلاب العلم وربما من أهل العلم وفعلا استمعوا، فلما انتهت الجلسة الساعة 10 تقريبا مثل هذا الوقت أو بعد بقليل، أثاروا يعني مثل بدك تقول يعني رغم أنفنا بدهم يعني يثيروا الموضوع، مع أنه نحن ما أعطيناهم. هنا قال شو رأيك في ناس بيستغيثوا بغير الله وداكوا في خلاف بيننا وبين أخواننا السلفيين؟ أنا ما أعرف أخواننا السلفيين هناك شو عم يقولوا لهؤلاء وهؤلاء شو بيقولوا لأولئك، لكن أنا شعرت أنه هن من الشباب ولسه ما نضجوا في العلم كما ينبغي، فطرحت عليه السؤال السابق. ولما الحقت السؤال الأول بالثاني وهو صريح ومعروف عند العلماء أنه شو رأيك بالفترة كفار، قال نعم. قلت له انتهى الأمر الآن والوقت انتهى. فالذي أريد أن أقوله، لا يخفاك أن أهل الفترة لا نستطيع أن نكفرهم، بيقولوا عنا بالشام بالكوم، تعرفون الكلمة في لغتكم بالكمشة، بيقولوا بالجملة ما بنقدر نكفر أهل الفترة اللي كانوا في عهد الجاهلية الأولى وما قبلها وإلى آخره، لكننا نقول كلمة سواء، كل من بلغته دعوة نبي وكفر بها فهو كافر.
وعلى ذلك نقول الأحاديث التي جاءت تبين مثل استغفرت استأذنت ربي فأنا أزور قبر أمي، الحديث تعرفه، هؤلاء الأفراد نحن نحكم بما حكم الرسول عليه السلام، لكن ما نعطي حكم عام أن كل أهل الفترة ما بين إسماعيل عليه السلام ومحمد صلوات الله وسلامه عليه كلهم في النار أو كلهم في الجنة، لا، وإنما من آمن بالله ورسوله كما أراد الله ورسوله فهو في الجنة، أما من لم تبلغ الدعوة فأظنك تعتقد معنا أن هذا له حساب آخر في الآخرة. هذه طبعا توطئة ومقدمة، وأظن لا اختلاف فيها إن شاء الله بيننا. الآن كثير من أخواننا طلاب العلم وربما من أهل العلم يظنون بأن أهل الفترة انتهى أمرهم، أي لا يوجد بعد بعثة الرسول عليه السلام أهل فترة. أنا أخالفهم في ذلك وأقول لا تزال هناك الدعوة بحاجة إلى تبليغ، بل بحاجة إلى تفهيم وليس مجرد تبليغ. قلت مرة لبعض العلماء في مجلس معنا وسمعت منه هذا الرأي الغريب، وهو أن الإسلام الآن عم وجه الأرض كله بدليل هاي القرآن يذاع في كل إذاعات العربية. فقلت له يا شيخ هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، أنا أعتقد وأنا ألباني لا أنسى أصلي أن العرب أنفسهم الآن بحاجة إلى تفسير وبيان لهذا القرآن الكريم، لأنهم أصبحوا عاجم في لغتهم العربية فضلا عن العاجم أصالة. فإذا كان الإنجليز والألمان والأمريكان وإلى آخره يسمعون القرآن، هل تظن بأنهم يفهمونه؟ وإذا كنت تعتقد مثلي بأنهم لا يفهمونه، هل تعتقد بأنه قد بلغتهم الدعوة؟ ثم أتبعت كلامي هذا قائلا أنت تعلم أن لبعض الأحزاب الإسلامية أو الفرق الإسلامية المسميها المنحرفة عن الإسلام جذريا كالقاديانية لهم نشاطات عجيبة في الدعوة، لا أقول للإسلام وإنما في الدعوة إلى إسلامهم، في مثلا ألمانيا وفي بريطانيا، وأنا رأيت مسجدهم هناك في بريطانيا مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن أنت تعرف ماذا يعتقدون. طيب يعني هل أقيمت عليهم الحجة؟ هل بلغتهم الدعوة؟ أنا أجيب، قلت لذاك الذي تحدثت معه أوفر عنك الإجابة، أنا أجيب فإن كنت مخطئا فصحي خطأي، أنا أقول لم تبلغهم الدعوة، لأن شرط بلوغ الدعوة أن تبلغهم كما نزلت وكما جاءت طبعا في أصولها وليس في تفاصيلها ومفرداتها. وعلى هذا أنا أشرح حديثين اثنين. الحديث الأول ليس له علاقة مباشرة بما نحن في صدده، وهو قوله عليه السلام من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل به. نحن نقول لكثير من الناس يسألوننا أنا رأيت الرسول في المنام وقال لي كذا وفعل كذا وتبسم في وجهي وإلى آخره، كيف رأيت الرسول؟ يقول رأيت ما شاء الله لحته بيضاء نور. قلت ليس ذاك الرسول، والحر تكفير إشارة يعني في حاجة نخوض في هذا، لكن إنما هو لفتة نظر إلى قول من رآني
من رآني أنا بأوصافي وشمائلي، مش أي شخص قيل له في المنام هذا محمد. الحديث الثاني وله علاقة مباشرة بما نحن في صدده، قال عليه السلام: أيما رجل من أمتي من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فيسمع بي هذا الألماني أو البريطاني أو الأمريكي، سمع بأن محمد عليه السلام بشر بأنبياء آخرين يأتون في آخر الزمان، والله وعنده انحرافات صوفية قديمة قد تكون بوذية، فوجد هذا يتناسب مع تلك العقيدة قبل إسلامه، فآمن بالإسلام القادياني. هل هذا أقيمت عليه الحجة؟ أنا أقول لا، هذا ما أقيمت عليه الحجة، لأن هذا الإسلام الذي لقنه ليس هو إسلام محمد عليه الصلاة والسلام لتقوم الحجة عليه، وهذا الذي إذا أقيمت الحجة عليه وسمع به فهو كفر فقد خرج عن الملة. النصارى كما نعلم جميعا، ما الذي يعرفونه عن نبينا؟ الذي يعرفونه عن محمد عليه السلام أنه أيضا، أقول بالتعبير السوري، أنه إنسان نسواني يعني بحب النساء، وقد يدعمون ذلك بالحديث الذي أصله صحيح والزيادة فيه باطلة: حبب إلي من دنياكم ثلاث، فلفظ ثلاث باطلة، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالنصارى عرفوا عن الرسول أن هذا إنسان بحب النساء ويتزوج شيئا ما أباحه لأمته إلى آخر ما تعرف. فهؤلاء لقنوا الإسلام من قبل قسيسين والرهبان، فهؤلاء ما عرفوا الإسلام، لذلك ما نعتقد أن الإسلام قد بلغهم إطلاقا، بل هؤلاء القديانيون حينما يأمرونهم بالصلاة والحج إلى بيت الله والزكاة إلى آخره، لكن مع ذلك يدسون في ذلك ما ليس من الإسلام في شيء، ما نقلوا الإسلام كما جاء إلى هؤلاء الذين تقدينوا فما أسلموا الإسلام الصحيح. أظن إلى هنا الأمر كله واضح ومسلم إن شاء الله. بارك الله. هذا كذب عن النبي عليه الصلاة والسلام بشيبته البيضاء. هذا القادياني كالذي رأى النبي في المنام في بدري. الشاهد الذي أريد أن أصل إليه الآن هو نقطة البحث في الحقيقة. أنتم في بلادكم يجب أن تشعروا بفضل نعمة الله عليكم بسبب دعوة التوحيد، دعوة محمد عبد الوهاب التي عمت البلاد بخيرها كلها، ثم جاء شيء من نورها إلى البلاد الأخرى. هذا النور ما عم البلاد الأخرى، فكمصر، وأنت عارف يمكن ذهبت إلى مصر كثيرا، عارف الوثنية القائمة عند الحسين وزينب وما أدري، ولعلك ذهبت إلى سوريا ماذا؟ كذلك قريبا من ذلك يعني الأمر في سوريا. فالذي أريد أن أقوله بارك الله فيه أن هؤلاء الذين يستغيثون بغير الله، هؤلاء ما عرفوا دعوة الإسلام، وقد تستغرب هذا مني، لكنه كما قال إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هؤلاء ما عرفوا الإسلام، لأنه نحن التقينا مع المشايخ كثيرا هناك، ولنا جلسات وسياحات وإلى آخره. وأذكر جيدا مرة ونحن مسافرون من أدلب شمال حلب إلى اللاذقية، أدركتنا صلاة الجمعة فحولنا إلى قرية، شو اسمها القرية هذه؟
الحسكة سمعنا؟ نعم الحسكة؟ لا هذيك وين في الشرق هذيك. المهم نسيته الآن. حضرنا الخطبة والخطيب ضرير أو يكاد أن يكون ضريرا. بعد الصلاة رجل يعني احتفى بنا ودعانا إلى غرفته في المجلس في المسجد، فجلسنا وتحدثنا، وبطبيعة الحال بدأنا بالدعوة، وإذا بي يقول أن الاستغاثة بعبد القادر الجيلاني وإلى آخره هؤلاء يعني الأولياء والصالحين ما فيها شيء. قلت له يا شيخ كيف ما فيها شيء؟ هؤلاء ينادون من لا يسمع، وينادون من لو سمع لا يستطيع الاستجابة كما هو صريح الآية الكريمة، فكيف أنت بتقول يجوز مناداتهم؟ قال ولو أذكر جيدا ضربت له مثلا. طيب إيش الفرق بين هذا الذي يناديه هؤلاء مدام تعترف أنه لا يسمع، وأنه إذا كان يسمع لا يستطيع أن يجيب هذه الطلبات كلها؟ إيش الفرق بين إنسان يقول للجدار أغثني، هذا يكفر ولا ما يكفر؟ قال يكفر. طيب شو الفرق بين هذا وبين ذاك؟ وكلاهما يلتقيان في أنهما لا يسمعان. الجماعة في عندهم انحراف في العقيدة، فما قيض لهم من يبشرهم بدعوة عامة تكتسح الخاصة والعامة، كما وقع الأمر وين؟ عندكم الحمد لله. ولذلك فأنا أعتقد، وأنا جربت الدعوة هناك، أن المسألة لا يجوز أن تقيس البلاد الإسلامية على بلادكم. بلدكم قد وصلتها دعوة التوحيد بفضل محمد عبد الوهاب بعد فضل الله عز وجل، أما البلاد الأخرى فلا يزالون في ضلالهم يعمهون، والأصوات الموحدين هناك مثل يعني نقطة في بحر متقطعة ونادرة جدا جدا، تصيب أفرادا إذا سمعوا الكلام قد يهتتي بعضهم به وقد يضل الآخر، هم محتجين بالمشايخ. ولعلك تعرف مناقشة من أضله الله على علم فيما بعد عبد الله القصيمي لشيوخ الأزهر، وخاصة هذا يوسف الدجوي. طيب شيخ الأزهر الكبير وأحدهم إرشاد العباد في الاستغاثة بإيش؟ المطيع محمد بخيت المطيع له رسالة، لا رسالة قديمة غيره، في الاستغاثة بسيء بإيش؟ والله هيك مسجعة هي. المهم كبار علماء الأزهر ظلوا جادة التوحيد. فهل تعتقد أن عامة المصريين بلغتهم دعوة التوحيد؟ هنا الآن البحث ينبغي أن يجري. أنا أعتقد أنه ما بلغتهم دعوة التوحيد، كذلك عندنا في سوريا إلى أفراد قليلين جدا. هنا أقول هؤلاء وقعوا في الكفر، أي الكفر الاعتقادي، لكن ليس كل من وقع في الكفر الاعتقادي وقع عليه الكفر، أي حكم عليه بأنه كافر ومرتد عن دينه. لماذا؟ لأن الحجة التي يكفر بها لم تبلغه، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وكما تعلم من لفظة الكفر أن الكفار إنما سموا كفارا لأنهم يظهر لهم الحق فيغطونه ويكفرون به. ولهذا إذا كان وجدنا في كثير من البلاد الإسلامية مشايخ يقرون الاستغاثة، فهؤلاء هم في أنفسهم ضالون، هؤلاء ما عرفوا التوحيد ولا شموا رائعته. فنحن ما يجوز والواقع هذا أن نكفر الشعب المسلم هنا وهناك لأننا نراهم فعلا أنهم وقعوا في الشرك الأكبر وليس في الشرك الأصغر، لأننا نعتقد أن الحجة لم تقم عليهم كأمة.
أو لا أقول كأمة كشعب، لكن أي فرد منهم بلغته دعوة التوحيد ثم آثر ما كان عليه الآباء والأجداد فهنا يقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. حفظك الله بارك فيك. الآن من استغاث بغير الله هل نقول إنه مسلم يعني قبل قيام الحجة الرسالية التي يكفر مخالفها من الرعاع الموجودون؟ أنا فهمت عليك السؤال، بس أظن أنه تمام السؤال وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو وربما لا ما تصر عليه. أنا الآن أنا أقول كلمة من صالحك يا صالح، أقول أنت في سؤالك تعني ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، وإلا إذا كان بدي جاوبك عن سؤالك وقل لك لا هذا ليس مسلما. نعم. ما يقول لا إله إلا الله، ما عرفت منه دليل الإسلام. لكن لذلك أنا وبالتعبير السوري أيضا أقول رقعت لك سؤالك. قلت أنت تعني من قال لا إله إلا الله، ومع ذلك فنحن نسمعه يستغيث غير الله. هنا أقول لك جوابي السابق، هذا وقع في الشرك بلا شك، ولكني لا أخرجه من دائرة الإسلام إلا بعد أن تقوم حجة الله عليه. شو رأيك في هذا؟ يعني الآن لو ذبح آكل ذبيحة حتة، نعم حتة لا أنا الآن هذا من الحيزة. الآن سلمك الله فيما أفهم من كلام المشايخ. معليش معليش بس أرجو أن تجيبني. نعم أنا بينت لك رأيي وسألتك إيش رأيك. الآن هذا الآن رأي يأتي، لا وهو أن الكفر لا لا ما يأتي إن شاء الله، يأتي خير البر عاجله. هو الآن أجيب الآن، أنا أقول إن شاء الله وتفضل إن شاء الله. الآن سلمك الله، هذا الذي وقع في الشرك، هذا الذي وقع في الشرك لا شك أن القول فيه أنه لا يكفر ولا يحكم على عينه بالشرك وأنه أصبح مشركا حتى تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر مخالفها إذن والصادف عنها. إذن قل لي أصبت فيما قلت. لكن ها. لكن هنا فرق شيخ الإسلام تيمية وكذلك إمام الدعوة الشيخ محمد رحمه الله والعلماء علماء الدعوة بعده فرقوا بين أمرين. الأول أن من قام به الشرك يحكم عليه بالكفر الظاهر في الدنيا، أما حقيقة أمره في الآخرة فهذا يعني من كونه يجزم له كما يجزم المشركين بالنار وكذا، فهذا لا يحكم له حتى لا يحكم عليه بذلك حتى تقوم عليه الحجة الرسالية. وأما من كان يفعل الشرك فهذا يحكم عليه ظاهرا بأحكام المشركين من حيث إنه لا تحكم ذبيحته ولا يستغفر له لو مات، لكن لا يشهد عليه بالكفر الظاهر والباطن لأنه لم تقم عليه الحجة الرسالية. خلاص؟ نعم. طيب. إذا تعارض الدلالتان ماذا نفعل بهما؟ عندنا دلالة على الشرك وعندنا دلالة على الإسلام، فأيما تتغلب؟ أنت الآن وبناء على كلام الذي تنسوه لابن تيمية ولا إمام الدعوة ومشايخ الدعوة كأنك تفترض إنسان ما نعرف عنه شيئا إطلاقا، كما جاء في سؤالك تماما. سؤالك الذي أنا قلت لك أنت تعني من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، والحقيقة أنه بدأ أخيرا أنك لا تعني هذا، وإنما مجرد أن رأيت إنسانا استغاث بغير الله ذبح لغير الله إلى آخره أنا معك أقول هذا مشرك، لأنه الدلالة قائمة. لكن عندنا دلالة أخرى هنا وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويمكن يقوم في الليل ونحن أيام. هذه الدلالات طرحناها أرضا
لم نقل لها وزنا، أن لابد من شأن الفقيه دائما أنه إذا وقع بين دلالتين لابد أن يجري مراجعة بينهما، أليس كذلك؟ أرجو أن تقول هو كذلك أو ليس كذلك، وما تعاملني كما عملتني سابقا. قلت لك إيش رأيك؟ كان تقول صح، لأنك بالأخير قلت صح، لكن ما ليش، لكن جبت أقوال المشايخ وإلى آخره فورد عليك هذا. فالآن أنا أقول أرجو أن تفكر فيما أقول وأن تجيب ما ترى، لكن بأوجز عبارة، صح ما صح؟ صح التقينا والحمد لله ونحن ملتقين على طول الخط إن شاء الله. لا ما صح، أرجوك البيان. واضح كلامي معين؟ هذا واضح، لو أعدت السؤال أحسن. شباك أنت كل ساعة كل لحظة. صحتك غالي علينا يا شيخ. الله يجزيك خير. أقول بارك الله فيك، الكلام السابق محمله إذا رأينا إنسانا يستغيث غير الله أو يأتي بعمل يدل على أنه مشرك بالله قلنا إنه مشرك، لكن هناك إنسان آخر له ظواهر أخرى تدل على أنه ليس مشركا وليس كافرا، بل تدل هذه الظواهر على أنه مسلم، فهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وقلت لك وربما يصلي في الليل، ونحن وياه نحن أهل التوحيد نيابة ويصلي، لماذا؟ لأنه آمن بالله ورسوله، لكن دخله زيغ، دخله انحراف فوقع في الشرك كما قلنا. هنا قلت آنفا ويعود السؤال، لابد من المراجعة، لابد من أن نغلب إحدى الظاهرتين. الظاهرة الأولى التي أنت تحدثت عنها، الظاهرة الأخرى التي أنا ذكرتها آنفا، لابد من تغليب إحداهما على الأخرى، فإيش رأيك في هذا؟ لابد أم لا لابد؟ الله كما شئت. لا كما شئت، كما شئت ما يصير. هذه عقيدة. يبدو بيّن جوابك. لا هو لا، هو الشيخ خير قال إما كذا أو كذا. أي نعم. فنقول المراجحة هنا غير واردة. لماذا؟ لأننا نحن الآن نوازن بين عمله الصالح في ظاهره مع أنه في حقيقته رويدك يا صالح، الحقيقة هي ما في القلب وأنت لا تعرفها، لكن لها دلالة رويدك، وهناك في دلالة أخرى على الحقيقة وهي شهادة لا إله إلا الله، على افتراض أنه يشهد. سبحان الله، كيف على افتراض؟ ما في داعي الآن افتراض، نحن ذكرنا الآن دلالتين متعارضتين، فما في داعي نكرر الفاظ نقول على افتراض. البحث الآن في هاتين الظاهرتين، أنت تقول الحقيقة أنا بقول الحقيقة أخرى، ما يصح هكذا الكلام. أنا أقول الشرك هنا، الشرك يدل حصول الشرك من خاصة إذا كان من العلماء الذين يسمعون أو يقرؤون القرآن ويسمعون كلام الله جل وعلا، حصول الشرك منه دال على أنه غير موحد. رويدك يا شيخ صالح بارك الله فيك، هذا ما يدل على القلب، يدل على الظاهر وهو العمل. والآن أنا أطور لك السؤال لعلنا نهتدي إن شاء الله، ما رأيك في إنسان رأيته ذبح لغير الله، أليس شركا؟ الذبح شركا. طيب هذه حيدة أنا مسجل عليه،
أنت تقول ما رأيك في رجل ذبح؟ إيه أليس شركا هذا الذبح؟ الذبح شرك. ما قلت أليس مشركا؟ نعم. طيب. لا شك. طيب. لا شك. الآن السؤال. هو ذبح من هون قال أشهد أن لا إله إلا الله. أسلم؟ لا ما أسلم. ها؟ ما أسلم. هذا خطأ فاحش جدا. لماذا؟ كيف ما أسلم؟ لأنه هو يقول هذه الكلمة قبل فعله ثم وبعد فعله سامحك. فهو كالمنافقين. سامحك الله. طيب. أي فرق بين هذا وبين الذي قتله الصحابي ذاك المشرك الذي قتله؟ ذاك ما قال الكلمة قبل. إيش قبل؟ قبل أن يكون قالها. إيش الفرق؟ أنا أعني من حيث أنه ذاك نعرفه مشركا بالمئة مليون. نعم. فلماذا شفعت له كلمة لا إله إلا الله أن لا يقتل؟ لأنه يفهم معناها ولم يكن قالها قبله. معليش، لكن شو درانا بأنه قصد معناها؟ ألا تدري أن هناك في عهد النبوة والرسالة عشرات الأشخاص يقولون لا إله إلا الله وهم منافقون؟ نعم. طيب، ما يدرينا أن هذا الإنسان قال هذه الكلمة وهو يعني ما يقول ويعتقد ما تتضمن هذه الكلمة الطيبة؟ ما يدرينا؟ أليس عندنا سوى هذه الشهادة الظاهرة؟ هذا صحيح. طيب، ولكنه ما قالها قبله يا شيخ. الآن المشرك الذي ذبح هو يقول قبل الذبح أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. ويذبح ويستغيث ويقول بعد ذلك أشهد أن لا إله إلا الله. يا شيخ بارك الله فيك، كل المشركين هكذا سبحان الله. المشركين عمر بن الخطاب لما أسلم ما كان يذبح لغير الله؟ لكن ما كان يشهد قبله. ما كان يذبح؟ نعم. إذن هو كان مشركا في قرارة قلبه، فمجرد أن يقول لا إله إلا الله أنت بتعتقد أنه بلحظة واحدة تغيرت عقيدته رأسا على عقب؟ لا شك. كيف لا شك؟ لا شك أن لا إله إلا الله أنه نزع عبودية غير الله جل وعلا يا شيخ، وأفرد الله بالعبودية. تفاصيل، أنا أتكلم عن التفاصيل. يعني أنت تعتقد المشرك اللي قاتل الرسول عليه السلام دارا طويلا مجرد ما قال أشهد أن لا إله إلا الله فهم التوحيد بالمعنى الذي نفهمه نحن الآن بتفاصيله أو بالإجمال بأن الله جل وعلا هو المعبود الحق؟ إذا سألتني هذا السؤال فأنا أجيبك بالتفصيل أو الإجمال المنجي من الكفر، أي شيء تريده. منجي من الكفر؟ آه. يحصل ذلك. هذا مش جواب يحصل، وأنا بقول يحصل، لكن هل تتصور أن كل مشرك يقول في ساعة إعلانه لإسلامه لا إله إلا الله فهم هذه العقيدة المنجية؟ هذه العقيدة المنجية التي تضمنتها كلمة التوحيد؟ نعم. هذا والله أمر عجيب. لما الرسول كتب الكتب إلى الملوك وقال مثلا لهرقل أسلم تسلم، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين، فإذا أسلم الملك وأسلمت الرعية معه في تلك اللحظة الرعية كلها فهمت التوحيد كما نريده نحن؟ فهمت أصله اللي هو ما دلت عليه الكلمة. يا أخي بارك الله فيك، عم أقول كما أنا ما أغنيك عن كثرة الكلام وما أقدم لك مثل إيش سؤال بيقولوا عنا جورنال يعني جريدة، أنا قصتي كذا وكذا 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 وكذا، يمكن يأخذ صفحة طويلة. جاز عملي ولا لا؟ المفتي بيقول له جاز أو ما جاز. فأنا بقول لك هدون هل بأسلموا تبعا للملوك، هل فهموا العقيدة الشهادة والتوحيد المنجي بمجرد أن الملك تبعهم قال أشهد أن لا إله إلا الله هن آمنوا معه؟ لا. طيب، هذه الكلمة أفادتهم ولا لا؟ تفيدهم بلا شك. نعم. بمعنى آخر بارك الله فيك، لما قال عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله،
فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عند الله. حديث برجع للتفصيل اللي ذكرته أنت آنفا، وهو أنه نحن نحكم الظاهر، أما حكم عند الله فالله هو اللي يتولى أمره. فنحن الآن يجب أن ندرس واقع الكفار الذين دعوا. مستحيل أن نتصور أن مجرد ما أمي أو شعب دعي إلى شهادة أن لا إله إلا الله فآمن كبيرهم واتبعوه على هذا الإيمان أنهم فهموا الإيمان المنجي، هذا مع الزمن يفهمونه، لكن المفتاح هو أن يقولوا لا إله إلا الله. ولذلك نرجع على موضوعنا السابق يا أخي، هذا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم، قال كلمة الإسلام، فلا يجوز أن نخرجه من دائرة الإسلام إلا بشيء قاطع، وهذا العمل الذي يفعله هو عمل المشركين بلا شك، لكن ما عندنا دليل يضطرنا نحن إلى أن نهدر شهادته وهي التي ترفع راية الإسلام له، ما عندنا دليل سوى أنه ضارب ومنحرف. ثم الكلام السابق كنا متفقين عليه أنه هذا نفترض أنه فعل ذلك عن عقيدة، فهل أقيمت عليه الحجة؟ فإذا لماذا نخرجه عن دار الإسلام؟ هذا الرجل، أنا بقول لهؤلاء الذين يريدون أن يكفروا الحكام المسلمين، يا جماعة ما هي ثمرة دعوتكم لتكفير الحكام؟ إن أردتم الخروج عليهم والإطاحة بعروشهم والله ما أنتم قادرين بإطاحة اليهود الذين احتلوا بلادكم حتى تطيحوا الحكام دون ومن يلوذ بهم إلى آخره. فإذا ما هي ثمرة البحث والدندن حول أنه هذول كفار مرتدين، هبوهم مرتدين، ما هي الفائدة؟ الفائدة تنفيذ حكم شرعي بلا شك، لكن ما في الآن من ينفذ الحكم الشرعي. برجع بعدنا الآن للنقطة أنه هذا الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله يذبح لغير الله ويستغيث بغير الله وينذر لغير الله، كل هذه أعلام شركية وثنية لا شك ولا غير. لكن أولا أنا أقول أولا هذه أشياء مع الزمن لقنوها من علماء السوء على أنها لا تنافي الإسلام. ثانيا ما أحد أقام الحجة عليهم كفرد يعني من الأفراد حينما نريد أن نخرجه من دار الإسلام كما قلت آنفا، ولكن أمره إلى الله في الآخرة، شايف؟ ما أقيمت عليه الحجة، إذن لماذا نخرجه من دار الإسلام وهو لا يزال يصلي معنا ويصوم معنا وإلى آخره؟ أليس الواجب بنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا أن نحاول أن نفهمه العقيدة الصحيحة، حتى على الأقل نحن نطمئن أن هذا الرجل مكابر، أنه فعلا رجل كافر، يعني يصدق عليه قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. أما يا أخي وأكثر عامة المسلمين بل خاصتهم نحن نعرفهم ما عرفوا دعوة التوحيد ولا عرفوا أدلتها، ولذلك هم عندي أنا مرضى يجب أن يعالجوا بكل شفقة وبكل رحمة، وليس برفع السيف صلتا على رقابهم بحجة أنهم مشركون مرتدون عن دينهم وهم يشهدون لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. هذه ملاحظة أرجو أن تدرسها جيدا، لأن القضية في الحقيقة خطيرة وخطيرة جدا، تشمل أكبر قسم من العالم الإسلامي، أكبر قسم من العالم الإسلامي ما شم رائحة التوحيد. والسبب ليس عندهم علماء يفهمونهم التوحيد، إن وجد فوجد صوت ضايع في الخضم،
الصوت ضايع، وهذا كما تعلم يعني. لذلك يجب أن تفرقوا بين وضعكم ووضع العالم الإسلامي الآخر، وأن تنظروا بالفرق بين عامة المسلمين عندكم وعامة المسلمين عندنا، فضلا عن خاصة المسلمين عندكم وخاصة المسلمين عندنا، في فرق كبير جدا. ولذلك ما يجوز سحب الحكم على كل الشعوب سواء لاختلاف الثقافة والاختلاف العلم. ولعل في هذا القدر كفاية. قصة ذات النواقض لا تعيد مجمل ما ذكرت. بلا شك أشياء كثيرة. ويحك أجعلتني لله ندا، إيش نقول في هذا الحديث؟ هات نشوف أولونا يا على حسب ما تروا من توسيع دائرة تكفير المسلمين، كيف هذا؟ هذا أولا كيف هذه ما أزيد على ما سمعت. حكم الظاهر هو سلمك الله مثل الحديث، حديث هذا وحديث ذات أنواط وأمثاله، كما تعلم أن الحكم على أحد من التكفير إنما يكون بعد أن يعلم. وهؤلاء جهلوا أن هذا من أفراد الشرك. جميل جدا. ولكن فهم كلمة التوحيد من أن العبادة الحقة لله جل وعلا وحده، والدعاء هو العبادة والاستغاثة من الدعاء، هذا هو أصل الدين. والله جل وعلا يقول لأنذركم به ومن بلغ. لا تبحث شيء ما هو موضع خلاف، كأنك الآن أنت بتتحدث مع مشرك من هؤلاء المشركين. لا تبحث هذا، هذا موضع اتفاق بارك الله فيك. لكن إذا قلت توسيع الدائرة، لكن نوسع الدائرة. نعم. هذا مو موضع اتفاق. أنا لا زال أقول وسعت الدائرة بمعنى أنك حكمت عليه بالكفر بالظاهر، ونحن لسنا معك في هذا لأنه في ظاهر ثاني، هذا واضح. لكن الآن نقول ما جوابكم عن هذا الحديث وهذا الحديث؟ أجعلتني لله ندا، أجبت الجواب الصحيح. طيب هذا الجواب الصحيح كل كلامي زندن حوله، هل سمعت خلاف هذا؟ لكن فيه فرق سلمك. تفضل. الفرق أن في هذا الحديث نبه الصحابة حينما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، فلما نبهوا انتبهوا وتابوا. يا سبحان الله، هذا حج لنا يا شيخ، هذا حج لنا. هؤلاء ما يتوبون يا شيخ، لك هؤلاء ما نبهوا نقول متفقين على هذا. كيف متفقين؟ وهذا فيش كلامي كله يدور حول هذا. لا، الشيخ حفظه الله يقول أنتم توسعون دائرة التكفير. نعم. دائرة التكفير أنا ما لاحظت فيه توسيع لها. يا شيخ ما أنت نصبت ظاهرا. لأنك الآن أنت يا شيخ طعنتني شوي. اسمح لي. هو إذا كنا بدنا نفتح موضوع الطعن فمتبادل الطعن الظاهر. لا ما في. لا حاجة وكلا. طيب إن شاء الله. وأنا أقول كذلك، أنت نصبت ظاهرا. نعم. وأنا نصبت ظاهرا، أليس كذلك؟ قل لي أليس كذلك؟ وهو كذلك، هو هذا. نعم. أنا رجحت هذا الظاهر على هذا الظاهر، فأنت إن وافقتني فقد وافق شن طبقة، وافقه فعانقه، وإن لم توافقني وهذا الذي يبدو لي فأنت عند ظاهرك وكلامي لا يزال واردا عليك، فلماذا أنت تنزعج من إعادتي لبضاعتك ولسان حالك يقول هذه بضاعتنا ردت إلينا؟ لماذا تنزعج من هذا؟ ما انزعجت إلا لما قلت أنك توسع الدائرة. نعم يا أستاذ، لا زال هذا كلامه. والله إلا إذا اتفقت مع الشيخ يعني. والله أنا متفق معك يا شيخ يعني، في وأنا جاي إن نستفيد هنا. لكن لما قلت هذا لا نشك فيه بارك الله فيك. الله. لكن ما ظهر لي حتى الآن أننا نكبح من جماه أنفسنا في إطلاق كلمة تكفير على جماهير المسلمين لما يقع منهم من شركيات ووثنيات، ولا تزال تقول كلمة الحق، ونحن معك فيها أنه كلمة التوحيد يجب أن تفهم بحقائق إلى آخره، وتعمل محاضرة
وأردت يعني وقلت لك كلمة آنفا وما عجبتك، أنا ألفت نظرك أنه ما في داعي لهذا الكلام لأننا متفقون تماما والحمد لله. لكن إيه جوابك عن حديث أجعلت لله ندا؟ كان جوابك بين له، وأنا بقول لك هؤلاء ما بين لهم. لكن لو بينت له، لا قلت لك سبحان الله. تريد تسمع الشريط؟ لا أنا ملاحظ كلامك. لا إذن هذا السؤال غير وارد. يعني أقول لو بينت لشخص ما، لو بينت لشخص، قلت لك آنفا أما رجل بينا له وأقمنا الحج عليه فصدق فيه، وهذا مسجل قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم، أنت تذكر هذا الكلام؟ هذا صحيح. طب هنا استفسار، لأن كان الشيخ رحمه الله الشيخ محمد في إحدى الرسائل قال ليس كفر من كفر من العرب عن استكبار وعناد، ليس كفر كل من كفر من العرب عن استكبار وعناد، يعني عرب الرسول. نعم. طيب فأحيانا يكفر تقليدا. طيب أحيانا يكفر تقليدا، مثلا عبد عند سيده ما عنده فكرة أصلا عن هذا، والله جل وعلا قال لأنذركم به ومن بلغ، فهذا يعني ما يقول الشيخ فيه؟ يقول لأنذركم به ومن بلغ، هل بلغ؟ القرآن يتلى نفس البحث، نفس البحث، هل بلغ؟ القرآن يتلى. رجعنا نمشي المشكلة، ذكرتني بالبحث الذي حكيت عن غيرك وإذا به هو أنت وهو لا حول ولا قوة إلا بالله. يا شيخ أنت بتقول الكلام القرآن يتلى، على من يتلى؟ على من يفقه أم على من لا يفقه؟ أنا الآن أتكلم عن قول الشيخ، أنا نقلت لقول الشيخ. لا أنا الآن بتكلم مع الشيخ صالح، دعني الشيخ محمد. الله يحفظك، أنا ما ذكرت هذا الكلام تطبيقا على الواقع، نقول قول الشيخ محمد في العرب السابق، يعني أن أنت قلت في بالاستدلال بالآية وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهمت من ذلك أنك تحصر التكفير في أنه لا يكفر إلا من كفر عن عناد واستكبار. أنا أتيت بقول الشيخ أنه ليس كل من كفر من العربي كفر عن كفر عن استكبار وعناد، وأتى بالآية لأنذركم به قوله تعالى في سورة الأنعام. وقلت لك ماذا؟ ألزمتني بالحكم بالواقع. قلت لك ماذا؟ هل بلغوا هؤلاء؟ أنا ما أتكلم عن الواقع يا شيخ. خلاص يا أخي بارك الله فيك، أنت نقلت كلام الشيخ محمد. نعم. أديت الرسالة وبلغت الأمانة. انتهى؟ انتهى. أنا أسألك الآن، نعم، هل بلغ هؤلاء كما بلغ أولئك؟ لا ما بلغ. إذن إيش فائدة كلام الشيخ محمد هنا؟ أن هنا مسألة أن هناك من يكفر تقليدا. ما بهمني أنا هذا الكلام، وهذا طبعا سأناقشه، لكن ما دام ختم الموضوع بقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، فهل يستوي هؤلاء مع أولئك؟ ما يستوي. فإذا ما تستفيد شيئا من كلام الشيخ محمد لو سلمنا بأنه كوحي السماء صوابا وليس كذلك، ما تستفيد شيئا لاختلاف الأمر، أولئك بلغوا وهؤلاء ما بلغوا، يعني أولئك بلغوا الحج الشرعي صح؟ ومنهم من عاند ومنهم من قلد، أليس هذا خلاصة كلام الشيخ؟ نعم. وي. الآن التاريخ يعيد نفسه، هذا الشعب أو ذاك بلغوا، فمنهم من عاند ومنهم من قلد، لكن إذا لم يبلغوا هل يستويان مثلا؟ لا يستويان. إذن شو الفائدة من كلام الشيخ محمد؟ ما دام أنا كل كلامي يدندن حول تبليغ الرسالة، هذا لا جدال فيه. أنه أنا سبقني ذكرت حفظك الله أنه قلت أنه لا يكفر أحد، لا يحكم على أحد بالكفر يا أخي، فهمنا بس أنا أراك متناقضا، كأنك استدركت على نفسك فضلا عني أنا شيئا بكلمة الشيخ محمد، وما أراك إلا مكانك راوح، ما الذي استفدته من كلام الشيخ محمد؟ كلام الشيخ أنه أفاد
أن هناك من يحكم عليه بالكفر تقليدا بعد بلوغ الدعوة، بعد بلوغ الدعوة للرؤساء؟ نعم، يعني إذا بلغ العلماء الدعوة. نعم نعم نعم، هذا نحكم عليه. يا أخي هذا كلام الشيخ محمد وأنا لخصت لك يا. نعم. الآن هل يصدق هذا الذي قاله الشيخ محمد على العرب الأولين، على العرب شو بدي أقول لك، هل يصدق هذا ولم تبلغهم الدعوة؟ بتخلي لا. فإذا شو الفائدة من كلام الشيخ محمد؟ مع ذلك الآن أنا أريد أن أناقش كلام الشيخ محمد. يقبل النقاش ولا ما يقبل النقاش؟ ما يحتاج. ها؟ أقول الجواب معروف. طيب جزاك الله خير. ما الدليل على هذا الذي قاله؟ أنت مثلا اقتنعت بكلام الشيخ محمد، ما الدليل الذي أقنعك به؟ أدلة كثيرة. جزاك الله خير، أتي بعضها. أولا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته مثلا لقيصر: فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسي. فلما بلغت الدعوة قيصر فأعرض، فأولئك حكمهم حكمه، فإن هو كفر فكذلك. سامحك الله، سامحك الله، قول آمين يا شيخ. هذا مطلب. وين في القصة هذه أنه الجماعة بلغتهم الدعوة؟ وين؟ وكلام الشيخ محمد واضح أنه بلغتهم الدعوة فكفروا تقليدا، بعضهم عنادا وبعضهم تقليدا. أين في قصة هرقل أنه كل الروم بلغتهم الدعوة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم ألم يوجه الرسالة إلى قيصر؟ أرجوك أنك تعطي جواب، قول لي في كذا، مش يعني جاوب بطريق سين وجيم وسين وجيم بعدين ضاع السؤال الأول وبقول أنا عادة رحمه الله مات يعني. طيب وين الدليل؟ أمسكني الدليل في قصة هرقل. إثمه، لأن أنت بتقولي أليس، بقول لك نعم. إثم الأريسية. مين؟ قوله إثم الأريسية. إيه اسم الأريسيين، لأنه ما هداهم وما دعاهم للهدى الذي تبين له، لكن هذا ليس فيه أن أولئك الأريسيين بلغتهم الدعوة. مسترجعش. أليس كذلك؟ يعني أولئك لما بلغ هرقل أولئك لا يكونون كفار؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ذكرت لك آنفا يا أخي كلام يعني لا يمكن أن يكون إلا كما قلت، أنه لما ملك بيهتدي وبيهتدي شعبه لا تتصور أنه هذون كلهم فهموا التوحيد على الطريقة المنجية. هل أنت سألت تفصيلا ولا إجمالا؟ قلت كما تريد، المهم أن يكون إيش الفهم منجيا. قلت لك هذا الكلام آنفا ولا لا؟ نعم. طيب فأنا بقول لو أسلموا جميعا ما عندنا منهم إلا الإسلام فقط، أما نجوا عند الله هذا راجع للعقيدة، إذا صحت عقيدتهم كفروا بما يعبد من دون الله عز وجل، القسيسين والرهبان وهو إلى آخره، وهذا في اعتقادي يحتاج إلى زمان لحتى يتبين هذه الحقائق الشرعية. فأنا قلت لك في أثناء المناقشة السابقة أن هؤلاء لو أسلموا فلا تفهمن أنهم أسلموا وفهموا التوحيد المنجي أبدا، فما بالك الآن أنت تستلزم من مجرد بلوغ الدعوة لهرقل بين جدران أربعة أن الشعب اللي بعد الملايين مملينة بلغته الدعوة؟ وين يا أستاذ صالح؟ وين؟ هذا بعيد جدا. يعني الآن يجوز قتالهم أو هيدا هيدا لازمة هيدا؟ لا ليست بلازمة. لا لازمة. لا 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 يجوز قتالهم من أجل مشان خاطرك. مشان خاطرك. طيب هذا جزاك الله. قتالهم شيء. كيف يستحل دماءهم؟ لأنهم ما شهدوا أن لا إله إلا الله أصلا. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ما وصلتهم أصلا. أنا أسألك الآن، تسمح لي بسؤال مقابل سؤال؟ نعم. لا لا أزيد على سؤالك، سؤال واحد. نعم.
هل يجوز مقاتلة قوم قبل دعوتهم؟ هل مقاتلة قوم، محاربة قوم، هل يجوز قبل دعوتهم إلى الإسلام؟ الأصل أنه لا يجوز. كلمة الأصل بتخوفني أنا. نعم. لأني أخشى أن يكون وراء الأكمة ما وراءها. فهل هناك شيء؟ هذا جوابي. أنا عارف. بوجودها ولا بحديثها؟ لا بوجودها. إذا ما وراء الأكمة؟ إذا معناه بوجودها، إذا سحبناه بتغير الوجود. لأجل قصة بني المصطلق حديث نافع. حسن جدا. إذا يعود السؤال، هل يجوز مقاتلة محاربة قوم دون تبليغ الإسلام إليهم ودعوتهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلوا؟ إذا يجوز. نعم. هذا يختلف عن جوابك السابق حينما قلت الأصل أنه لا يجوز. فما الفرق بين يجوز وبين الأصل لا يجوز؟ أليس هذا هو الجدل يا شيخ صالح؟ سامعني الله وإياك، قول آمين. آمين. لكن ليس كذلك. لماذا؟ لأنها هنا نريد أن نفرق بين شيئين. تفضل. الآن دعوة علماء، دعوة رؤساء، وبين دعوة أفراد. نعم. فالآن مثلا كما تعلم حفظك الله قصة المرتدين، إنما أمر بالرجوع وأداء الزكاة والإقرار بها، إنما أمر بذلك الرؤساء، مع أن الصحابة شهدوا على القتلى بالنار. لماذا؟ لأنهم تبعوا أولئك، فاتبع الرعاع، اتبع هؤلاء، لهم حكم المشايخ أو الرؤساء. حسن، إن كان حسنا، هل كيف تفهم حديث ابن عباس ما قاتل رسول الله قوما حتى يدعوهم؟ قوما هنا كيف تفهم؟ هذا مطلق. أنا ما أسألك مطلق ولا مقيد، أنت رجل عربي، ماذا يعني قوما؟ يعني رئيس القوم؟ قل لي. هذا هو الظاهر، رئيس القوم هذا هو الظاهر. وهل هذا أسلوب يعني في اللغة ما قاتل قوما حتى يدعوهم، يعني على طريقة المؤولين لقوله تعالى وجاء ربك، أي ملك ربك أو رحمة لأنه يتعذر ربك. إبلاغ كل واحد، دعوة كل واحد. أنا ليس كلامي كل واحد، أنا كلامي عربي قوم. نعم. قوم. فإذا أنت مشيت معي وحذفت المضاف المحذوف، نعم، اللي أفسد علينا المعنى العربي، وما تأخذني أن أكون متطفلا إذا تكلمت اللغة العربية، لأنه لا أنسى أصلي وفصلي. نعم. فأنا ألباني، لكن الذي تعلمته منكم لا يساعدني على أن أفهم هذا الحديث بحذف مضاف محذوف، تقديره ما قاتل رئيس قوم حتى يدعوهم، أن يدعوه. ما أفهم هذا الأسلوب أنا. لماذا؟ كان قوله تعالى فقبضت قبضة من ما أنا قلت لك قوله تعالى وجاء ربك. لا يختلف الوضع يا شيخ. كيف يختلف؟ اختلاف كبير. شو السبب؟ هنا سلمك الله. الحال في قوله ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما. قوما هنا نكرة. أتت في سياق النفي. طيب. فتكون مطلقة. مطلقة. كويس. أنت ما أطلقتها يا شيخ. ليس عموم. أنت ما أنا ما شايف، أنا ما ناقشت معك في العموم. أنت قيدت قوما يعني فردا. نعم. وأنا أدندن أنه هذا ليس هو الأسلوب العربي. وأنا ما عانيت قوما بمعنى أن القوم 100 شخص، 99 ما واحد من 99 ما بلغتهم الدعوة، إذا القوم ما بلغتهم الدعوة. أنا ما قلت لك هكذا. لكن أنت قلت إذا بلغت 1 من 100 بلغت الدعوة، هكذا قلت. لا ما قلت هذا. كيف لا؟ أنا أقول أنه إذا بلغت الرئيس. كيف يا شيخ؟ هذا واحد. إذا بلغت الرئيس. هذا واحد. نعم. ورفض الاستجابة فإنه يجوز أو يجب جهادهم ومقاتلتهم،
ولو قتل أحد من أفراد الجيش تحت يا أستاذ الله يهدينا وإياك ما تؤاخذني. أنا أعيد الكرة فأقول بصراحتي أنت الآن تسلك سبل علماء الكلام، أنت تقرر رأيا في ذهنك وتدع النص جانبا. نحن أمام نص، ما قاتل رسول الله قوما حتى يدعوهم قوما مش فردان، أنت أمام هذا النص تكلم ما شئت، مش تعرض عن النص. أنت هذا الكلام بتحكي رئيس قوم، إيه نعم رئيس قوم، قل مثلا رئيس القوم يبلغ الجماعة اللي حوله واللي حوله بيروح على البيت وبيقول لهم بلغنا كذا وإلى آخره، وهكذا بتصير الدعوة. لأنه مش مجرد ما وصل الخطاب من الرسول لرئيس الملك كذا رأسا أرسل القنبلة الذرية وأفنى القوم، لا، المسألة بتاخذ زمن. فما قاتل رسول الله قوما ما يجوز، بارك الله فيك، أنك تفسره بهالمعنى الضيق يعني رجلا واحدا. لكن شو وصف هذا الرجل؟ هو رئيس القوم. لا، هذا من جهة. من جهة ثانية أنت لا تصور أنه الرسول عليه السلام لما يرسل إلى هرقل أو إلى غيره خطاب يدعو إلى الإسلام أنه هذول ما طرق سمعهم دعوة الرسول. لا شك أنه بلغت معارك الرسول وقتاله لقومه، وأكبر دليل قصة أبي سفيان. هذا هو. ولذلك ما تتصور أنت أنه الدعوة بتبلغ بمجرد إيش؟ إرسال خطاب لا أحد يطلع عليه إلا هذا الرئيس. لا، ما قاتل قوما إلا بعد أن يدعوهم. فإذا لما بيقول الشيخ محمد رحمه الله أنه في ناس قلدوا الذين عاندوا بعد بلوغ الدعوة إليهم، فهذا شرط أساسي، بلوغ الدعوة. كيف تبلغ الدعوة يختلف هذا من زمان إلى زمان، من شخص إلى آخر إلى آخره. نرجع لأصل الموضوع، بارك الله فيك. نحن الآن التاريخ يعيد نفسه، من بلغته الدعوة فقد أقيمت عليه الحجة، من لم تبلغه الدعوة ما أقيمت عليه الحجة. لكن كنا نحن في مسألة أخرى أظن شتتنا عنها، وهي تقليد أنه الأتباع بقلدوا الرؤساء بدون ما تبلغهم الدعوة. هيك أنا فهمت كمان منك، وهذا فهم أرجو أن تصححه لي، يعني أن يكون فهمي عنك خطأ. واضح كلامي ولا؟ طيب صحح لي. لا هو صحيح. كيف؟ يعني أنا عنيت أنهم أن الرؤساء هؤلاء إذا ردوا الدعوة، إذا ردوا الدعوة والأفراد قاتلناهم فقاتلوا، فإنهم هم نشهد عليهم بالنار وأنهم كفروا لأجل أنهم قاتلوا تحت لواء هذا المشرك ولو لم تبلغهم بأعيانهم. هل يكون التقليد تقليدا دون معرفة الأمر المقلد؟ يا حسن، نحن سؤالنا أنه بلغتهم الدعوة ولا لا؟ خير كلام قال ودل. أفهم من كلامك، وهذا هو برجع بقول لك صحانية، أفهم من كلامك أنهم قتلوا ولم تبلغهم الدعوة كأفراد، ككل فرد بعينه. لا مو هذا قصدي، كقوم. قوم بلغتهم لابد من البلوغ. طيب إذن أي قوم قاتلهم الرسول عليه السلام فلابد أنه بلغتهم الدعوة، أي قوم؟ يعني كل فرد؟ الله أعلم، هذا أمره إلى ربي. مثل ما حكينا ذيك الساعة، مثل ما حكينا عن إنسان، هذا صعب. كيف صعب؟ نعم، لكن نحن بدنا نديره، الله اللي بده يحاسبه. لا صعب الحكم، يعني أن نقول كل شخص الآن أمامنا يقاتل، لأن هذه سلمك الله مسائل الحقيقة واقعية. لا اسمح لي قبل كل شيء، شو هو الصعب؟ لا تشرد، يعني شو هو الصعب؟ ما فهمنا. صعب أن تقول أن كل شخص يشترط فيه أن تبلغه الدعوة. أنا ما قلت هذا، سبحان الله، تلزمني بما لم أقل، بل تلزمني بخلاف ما أقول. طبعا الشيخ أقول مجموع،
أنا ما بقول هكذا حتى تقول أنت صعب. وشو رأيك أنت بتقول صعب؟ أنا بقول أصعب. وهو كذلك. زين؟ وهو كذلك. إذن وين نقطة خلاف؟ أحصر نقطة خلاف. فقد طالت الجلسة أكثر من اللزوم. شيخنا بس طيبة جدا، جزاك الله خيرا. يا الله يبارك فيك. نقطة الخلاف أن الرسول ما يقاتل قوما لمجرد أن رئيس القوم بلغته الدعوة فقط، وإنما يقاتل قوما بعد أن تبلغهم الدعوة. قوما، مش كل فرد من الأفراد، قوما يعني الدعوة انتشرت. سبحان الله، أنا الآن سمعتني آنفا، والشريط محفوظ. الآن أنا بقول أنه كثير ما بلغتهم الدعوة الإسلامية، شو رأيك؟ صحيح، قلت هذا. نعم. مع وجود الوسائل ما كانت موجودة من قبل، فكيف تتصور أن أقول أنه دعوة الرسول تبلغ كل فرد من الأفراد وبتقول أنت صعب؟ لذلك أنا فاهم قضية، قلت لا بل هو أصعب. نعم. أيضا نقطة خلاف هو لا يصح مقاتلة قوم إلا بعد دعوتهم إلى الإسلام. أما كم عدد الذين بلغتهم أو ما بلغتهم هذا لسنا مكلفين فيه. هل قوم بلغوا الدعوة، والدعوة بشرطها كما جاء سابقا، دعوة صحيحة إلى آخره. أنت بتقول لا بكفي رئيس القوم، نقول نحن ما يكفي. بناء على ذلك هالشعوب الضال اليوم من المسلمين هؤلاء لا يجوز تكفيرهم، لا ظاهرا ولا باطنا، أعطي بالك، لا ظاهرا ولا باطنا. لماذا؟ لأنهم رفعوا راية الإسلام. وأنت شايف على قتال أفغانستان والمشاكل اللي عم تجينا عنهم، أنت داري ما أقول. نعم، نعم. طيب هدول شو عم يقاتلوا؟ مشان الإسلام. أما فيهم شرك، فيهم ضلال، طبعا فيهم. لكن بقول مثلا رؤوسهم كلهم هكذا، بقول لا والله ما علمنا عليهم أنه رؤوسهم بيستغيثوا بغير الله وبتوسلوا بغير الله. ولا قد يكون فيهم أيضا لا أنكر، لكن ما بيجوز بالكون بقى نقول هذول مشركين. ما يجوز، ما في شك. وأنا جاءني بعض إخواننا السعوديين هنا وجادلني في قولي أنه الجهاد في أفغانستان واجب، وأراد مني أن أقول لا هو غير واجب. قلت له واجب بالنسبة إليكم مرتين، أولا بتروحوا تجاهدوا في سبيل الله حتى هذا الكافر اللي احتل البلاد الشيوعي يخرج براءة البلاد، ثانيا مشان تبلغوا الجماعة دعوة التوحيد، هذا واجبكم مرتين. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب في كل ما نأتي وما نذر. جزاك الله خير. وإذا كان خرج مني كلمة نافية لا تناسب المقام فأرجو أن لا تؤاخذني. أبدا ما نوافق. جزاك الله خير. جزاك الله خير. يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك. الله يكرمك. أشهد أن لا إله إلا أنت. ما فيش وقت. أستغفر الله.